فن تشيكي. مرحبا يا أطفال، اليوم سنرسم مصاصة بطيخ لذيذة. أولا سنرسم مثلثا، هذا صحيح، ثم نرسم القاعدة وعصا المصاصة. انظر، هي يبدو بالفعل رائعا. الآن لنضيف بعض الألوان، بعض اللون الأحمر ثم بعض الأخضر أليس هذا ممتعاً؟ الآن لنضيف بعض اللون الأصفر لعصا المصاصة. وأخيراً بعض الأرجواني. ها هي مصاصة بطيخ، استمتعوا! اشترك في القناة لمشاهدة المزيد. فن تشيكي.